البيت عنوان الأمن والدفء، فجأة تصبح جوانبه قبورا، وجدران كانت تحتضن الأحباء فجأة تنهار فوقهم وتدفنهم تحت ترابها. قوة كبيرة تسيل الدماء وتكسر العظام وتدمي القلوب، تكتب جراحا وقصصا كلها أحزان وشجون، وحبرها الدماء والدموع، تخترقها صراخات بشتى اللغات، تركية، أجنبية، عربية. لكن إذا كان سر هذا الدمار وسبب المأساة يكمن في غضب الطبيعة، فهناك جانب تتحمله تلك الجدران، بل من بنى وشيد وأقام هذه الجدران. لذلك باتت الحاجة ملحة لبناء بيوت قادرة على الوقوف في وجه هذا الغضب، فظهرت صناعة الأبنية المضادة للزلازل، لنتعرف إليها في هذا الفيديو. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. الحاجة أم الاختراع. مواصفات محددة تحتاجها الأبنية كي تقاوم الزلازل القوية، خاصة في المناطق التي تشهد أنشطة زلزالية كبيرة، فهي بحاجة إلى مواصفات صارمة وقواعد تراعي السلامة ومواجهة الظروف المحيطة بها، كي تكون لدينا في النهاية أبنية قادرة على الوقوف في وجه الزلازل. فما هي مواصفات المباني المقاومة للزلازل؟ وأين الدول التي تستخدم هذه المواصفات؟ خصائص كثيرة تحتاجها المباني كي تستطيع تصنيفها كأبنية مضادة للزلازل. أهمها المرونة، حيث بات المهندسون المسؤولون عن تصميم أبنية مضادة للزلازل ينشدون مستويين من المرونة لها. الأول هو ذاك الضروري للصمود في وجه الزلازل الأقل قوة، من النوع الذي يمكن أن يضرب أي مبنى 3 أو 4 مرات خلال عمره الافتراضي. وهنا يريد المهندسون أن تمنع طريقة صناعة المبنى حدوث أي أضرار تحتاج لإصلاح في المبنى جراء الزلازل الضعيفة. أما المستوى الثاني من المرونة فهو الذي يريد به المهندسون أن يصلوا لمستوى عال من الحماية، بحيث يكون المبنى قادرا على الصمود في وجه الزلازل شديدة القوة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من الزلازل، مثل اليابان، حيث أدى زلزال واحد في عام 1923 إلى تدمير مدينتين وقتل أكثر من 140,000 شخص. ومن المواصفات المطلوبة التواجد داخل العناصر الإنشائية للمبنى المتانة، وتكون بزيادة مقاومة العناصر المنفردة أو مطاوعتها أو إضافة عناصر إنشائية جديدة لزيادة مقاومة المبنى للقوى الجانبية بشكل جيد. وأهم هذه العناصر حديد التسليح، المادة الأقوى في البناء الذي يستخدم في تسليح المباني الخرسانية باستخدام قضبان فولاذية عالية المقاومة. ويستخدم الحديد نظرا لمقاومته العالية لقوى الضغط والشد بالكفاءة نفسها، إضافة إلى وسائل معقدة تستهدف امتصاص الطاقة الزلزالية وتخفيف قوة الاهتزازات، كي تكون النتيجة مبنى منتظما ومتناسقا ومتينا بالوقت نفسه. اليابان نموذجا لأنها ذاقت الأمرين من الزلازل. تعد اليابان اليوم ضمن الدول الرائدة في تشييد أكثر المباني مرونة في العالم والأكثر مواجهة للزلازل. وتعرف اليابان باعتمادها على 3 هياكل تصميم رئيسية في بنيتها التحتية، منها هيكل تايشين الذي يمثل الحد الأدنى من متطلبات المباني المقاومة للزلازل في اليابان. أما العوارض والأعمدة والجدران فيجب أن تمتلك سماكة محددة كي تكون قادرة على مواجهة الهزات الأرضية المفاجئة، وهذه الخاصية يحبذ أن تتوافر في المباني ذات الارتفاعات المنخفضة. أيضا من التقنيات في اليابان هيكل ساشن، وهو النموذج الأكثر تفضيلا في اليابان بالنسبة للمباني الشاهقة نظرا إلى قدرته الكبيرة على امتصاص قوة الزلازل. ويوصي الخبراء بهذا الهيكل للمباني الشاهقة إذ يستخدم مخمدات تمتص الكثير من طاقة الزلزال،
وفي هذا النوع من الهياكل يتم وضع طبقات ماصة للصدمات أو مطاطية أو عوازل زلزالية، حيث تفصل هيكل البناء عن قاعدته الأساسية. أيضاً من الهياكل المطلوبة في المباني اليابانية هيكل مينشن، حيث تثبت قاعدة المبنى في هذا النوع من الهياكل على طبقات من الرصاص أو الفولاذ أو المطاط السميك، كي تتيح المجال لأساسات المبنى التحرك وتقليل قوة الزلزال على الطبقات العلوية. ووفق هذه التقنية، البناء هو الأكثر تكلفة لكنه يعد الأكثر أماناً أيضاً. ليس فقط الهياكل، بل هناك تقنيات أخرى تستخدم في تشييد المباني المقاومة للزلازل، منها تركيب مخمدات مع كل قطعة إسمنت في القاعدة الأساسية للمبنى، إذ تمتص هذه المخمدات وقت حدوث الزلزال القوة الناجمة عن الهزات بسبب تحرك القاعدة دون أي ضرر، بشكل يتجاوب مع الحركة الناجمة عن الأرض. أيضاً من هذه التقنيات بندولات تخميد الزلازل، وهذه طريقة تجعل ناطحات السحاب أكثر مقاومة لاهتزاز الأرض. يتم من خلالها تعليق كرة كبيرة الكتلة بحبال فولاذية من هيكل ثابت في الجزء العلوي من المبنى. وعندما يبدأ المبنى في الاهتزاز أثناء وقوع زلزال، تتحرك الكرة مثل الباندول، وبسبب الجمود القوي الناتج عن موجات الزلزال تتأرجح الكرة في الاتجاه المعاكس ضد قوة الزلزال، ما يساعد في استقرار المبنى. كذلك من الأساليب المقاومة للزلازل هيكل التخفي، وهو عبارة عن 100 حلقة بلاستيكية على أساس المبنى، فتعمل كستائر وتجعل الأمواج غير مرئية. أيضا يستخدم البعض في المباني المقاومة للزلازل هياكل الفولاذ الخفيف. ينظر إلى الهياكل الفولاذية الخفيفة على أنها مستقبل قطاع البناء في العالم، نظرا لقدرتها على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. أشهر المباني العالمية المقاومة للزلازل. تتصدر اليابان والولايات المتحدة والصين قائمة الدول المنتجة لتقنيات نظام العزل للزلازل، بينما تعد الشركة اليابانية بريدجستون من أكبر شركات العالم التي تقوم بتوفير نظام الحماية من الزلازل. أما أبرز المباني المقاومة للزلازل في العالم فهي ناطحة سحاب تايبي 101 في تايوان، التي تصنف ضمن أكبر ناطحات السحاب الشاهقة روعة في العالم، إذ تضم داخلها أكبر مخمد كتلة مضبوط في العالم، الذي هو أساساً كرة معدنية عملاقة تتصدى للأحمال العابرة الكبيرة من الأبنية المقاومة للزلازل. أيضاً برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة، الذي يعد أحد أكثر الهياكل الفائقة شهرة في العالم، إذ يتكون هيكله من أرضيات ميكانيكية تربط جدران الركائز بالأعمدة المحيطة بالجدران الداخلية، وأعمدة المحيط فيه قادرة على دعم المقاومة الجانبية للهيكل. بعد زلزال تركيا ومن بعده مؤخرا زلزال المغرب، باتت الحاجة ملحة إلى تعميم تقنيات الأبنية المقاومة للزلازل في بناء المدن جميعها، إذ لا يعرف اليوم متى وأين يضرب الزلزال، وتغضب الطبيعة معلنة حربا على البشر.